اساس بالموضوع هو هذا الجسر اللي بنيناه نحن لنعطي امل للجامعيين نقول لا بلبنان فيك تعمل فرق. ونحن اليوم عم نحاول نعمل فرق. في عندنا دماغ له، هو بيقول انا لازم افرض بمحل فلاني كذا كذا مترجم مثل ما هو لازم. بدي انا يكون يفرز سبعه طن، اكيد سبعه طن بينعمل. نحن مبدئيا جروب كاليدوس مسمين حالنا، هو مجموعه من جامعيين ودكاتره وانا كمستشار اقتصادي وبيئي. طلعنا عملنا سكانينج او اذا بدك مسحنا السوق اللبناني وطلعنا على الشكاوى اللي عم تجي من المواطنين من البلديات ومن المسؤولين السياسيين، فلقينا انه الحل لازم يكون لوكالايزد، يعني لازم ينزل على مستوى معين يفهمه المواطن بطريقه سهله ويقدر يعرف كيف بده يتصرف، نسهل عيشه المواطن مش نصعبها. ما فيك تيجي تقول له للمواطن انه حطيت لك برميل اسود وبرميل ازرق فروز اورجانيك نون اورجانيك، كل الناس مش كل يوم يومها فممكن يفرز غلط. لهالسبب احنا فكرنا بكل هالمعضلات فوق هذا وكله حتى تقدر تنقل السقيفة. عملنا برميل يلي مسمينه كاليدوس 2.0 يلي هو هيدا مهمته انه يفرز مثل ما شايف لحاله الازاز والكرتون، ومثل ما شايف هون البلاستيك والكنز يعني والتمر. فمهمته هيدا أساساً لتعلم الناس هو للمدارس، للجامعات، للأوتيلات، للمناطق السياحية. بدك إيه يساع طن بيساع طن، بدك إيه يساع 100 كيلو بيساع 100 كيلو، بدك كل وحدة 100 كيلو كمان بيساع 100 كيلو. الحجم بيتحدد حسب الطلب يلي البلدية أو صاحب الأوتيل أو الأوفيس مثلاً مراكز العمل أو السنترومات أو حتى المناطق السياحية وين ما كان والمدارس واليونيفرسيتيز. الهدف منه هو هيدا انه العالم بدها تكب element بالبداية لسبب انه تتسقف حتى تعرف انه ايه بينفرز البلاستيك لحال بينفرز كذا لحال، بعدين اكيد بحطهم كلهم سوا وبيفرزون مثل ما هو بده. اليوم كل الناس بيقولوا بدك تفرز من المصدر، صحيح نحن سهلنا على المواطن، البلدية بتوزع الكياس وفيها البلدية تقرر كل منطقة لون، مثلا بتقول انه هاي المنطقة اكس اسود واحمر، منطقة جراج اصفر واحمر and so on and so on. بيجي المواطن فارز كيس احمر وكيس ازرق بشغلته بيفتح بكب الكيس وبيسكر. البلدية هي مهمتها انه تفرز هودة اثنين بطريقة كياس، وساعتها بالمستقبل اكيد رح يكون في كياس ذكيه كمان يلي نحن عم نشتغل عليها. يعني بصير اذا مواطن اكس عمل غلط البلديه بتقدر تعرف مين اللي عامل الغلط وتقدر تعطيه بنالتي، يعني تقدر تقول انه هيك 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 هيك. المشكله اللي نحن لاحظناها كل رؤساء البلديات بيجي بيقول لك عم بكبوا ببلديتي من غير، وهذا شيء طبيعي لانه لبنان انحداري، يعني بيجي الواحد هو نازل على الطريق بيلاقي له محل لزباله بكب، هيدا تيوقف هالاشياء عاملين نحن نوع من التاج. شو بيعمل هذا؟ اذا انت ما معك اياها ما بيفتح، ومين بقرر بهاي؟ البلديه. البلديه بتجي بتقول لفلان وفليتين وفليتين بالشارع هيدا انتم عندكم هاو التاجات مع شو اسمه. اذا قررت البلديه انه كل شارع بشارع بده يكون عندهم نوع من الهيدا من التاجات، الشارع اللي قبله بيجي بده يكب عندي ما بيقدر ابدا. وهذا بحدد طريقه كب الزباله، يعني بصير المواطن يعرف يعمل بلانينج له، يعني اذا انتلى البرميل بده يحتفظ بالزباله عنده لمره البلديه تشيل لحتى اللي يعمل. هلا بتيجي بتقول لي طيب كل تاج بده ياخده رجل النظافه تيجي يعبي؟ لا، رجل النظافه بيكون عنده كود وحده لكل المنطقه، بيجي بدق الكود بيفتح بشيل الاكياس وبيروح.